تحب يلا تعمل بيك. الحلو اخليني انا في الحلو يعمل الحلو الله يخليك اتفضل عجينه جلاش وقشطه ومكسرات تمام طيب احنا معانا اهو القشطه نستعد نلبس بقى المطبخ كده والجلابسات والصينيه اللي هعمل فيها هنعملها عينيا كل حاجه اجيبها لك دلوقتي انا المساعد بتاعك لا يا نهار ابيض يا نهار ابيض الصينيه واحلى سمنه بلدي لان السر في الجلاش والكنافه السمنه البلدي ظبطت السمنه الحلو يا حقيقي طبعا. فعلا فعلا السمنه البلدي بتدي ريحه وادي رهيبه وادي يا ست كل الله. السمنه الله حضرتك هنا اوبا وعلى فكره بقى طلعت ان السمنه البلدي من الحاجات الصحيه جدا في الاكل عكس ما كانوا على فكرة بيقولوا الدكاتره التغذيه بينصحوا بيها بس تكون سمنه بلدي أيوة. دون التدخلات لمواد اخرى بالظبط ومش نكتر يعني خلينا كده برضو في الخفيف في يعني دي السمنه وادي يا ست الكل تمام طيب انا عايز اسالك بقى على حاجه عشان اه لا ده انا هعيش في البيت في المطبخ بقى ده انا هعيش النهارده طيب عايز اسال حضرتك بقى على حاجه سمعا وطاعه دايما والله كنت بفكر فيها البدايات يا شيف يعني ايه يعني الواحد يعني مثلا انا وانا صغيره كنت دايما اقف قدام المرايه وامسك المايك واقعد قال يعني بقى ايه اهلا بيكم مشاهدينا وحاجات كده فالموضوع فيه شغف من جوايا من زمان حل. تمام وسعيد بقى للهدف ده وسعيد انك تحقق هدفك بالظبط البدايات معاك كانت ازاي يا شيف سؤال صعب والله. حب للمطبخ تقصدي البدايه ايه اللي خلاك توصل لهنا للمكانة دي ليه ازاي حب الشغل ده رقم واحد يعني حبيت العمل ده رقم واحد والدتي رحمه الله عليها لعبت دور الله في الموضوع يرحم. ازاي بقى انا كنت احب اخش المطبخ معاها والله هو ما كانش في مطبخ انت عارف الريف البصري بس انا احضر والدي كان يساعدها في الخبيز يعني بعد ما تخلص العجين وتخبز العيش كانت تجيب البصل تحطه في الفرن ساعه زمن تلاقي البصل ده حاجه تانية تجيب شويه بطاطا اللي هي البطاطا الحلوه الله. وتحطها في الفرن بعد الخبيز تلاقي البطاطا طلعت حاجه تانية فهنا الاستمتاع بالطبيعه فتولدت جوايا رؤيه الحاجه قبل وبعد من هنا جت حب للمطبخ الله البطاطا بتشوفها عند راجل فكهاني فيها طينه وفيها حاجات غريبه فجاه تلاقيها حلوه ومسكره وتعملها كذا صوص فهمت يعني هي البيئه اللي طبعا هي اللي بتصنع الانسان بالظبط بتصنع ثقافته ادي موجود والشغف بقى كان موجود طبعا بقى بعدين ناخد هو اللي مشاك ونقبض فلوس وبتاع فانا اشتغل طبيعي طب تشرحي لنا بقى ست الكل صينيه الجلاش دي بتتعمل ازاي طيب احنا طبعا بس شيفه دلوقتي انا شيفه قولي لي صينيه الجلاش بتتعمل ازاي؟ طيب مقاديرها طبعا المقادير زي ما حضراتكم شايفين الجلاش الكريمه او القشطه بس محتاجه بقى اعرف المقادير بتاعه القشطه من حضرتك بتعملها ازاي؟ يعني نقول الاستاذه نهى توفيق هتقول مقادير صينيه الجلاش بالقشطه والمكسرات تمام ولازم حضرتك زي ما موجوده قدامك كده طيب هي اللي قدامي الجلاش حلو القشطه والمكسرات اهي تمام حلو بس حضرتك بتحط المكسرات القشطه دي في طريقتين لعملها ممكن نعملها بحليب ونشا تبقى لطيفه وجميله وتاخد سكر وتاخد معلقتين سمنه بلدي تحولت لقشطه لقشطه كدابه يعني واخده حليب وسكر وزي الفل ممكن نجيب الحليب نغليه ونعمله عمليه رج جامده يعني وفي الاخر يسيبه لما نبرد وناخد القشطه بتاعته من على الوش جميل دول الطريقتين الاسهل اعتقد دي. اللبن بالنشا اقتصاديا واسهل وطعمها حلو ومعلقه سمنه بلدي تحولت لقشطه مش بتحط فيها سكر بحط سكر قليل جدا لان صينيه الجلاش هتشرب شربات بعد ما تطلع من الفرن تمام فانا عايز يحصل مزيج ما بين الشربات والحلاوه او السكر اللي موجود في القشطه طيب تمام تفاصيل يعني تمام لا في تفاصيل مهمه طب والمكسرات يا شيف بتحطها المكسرات. فوق الوش ولا نحطها مع القشطه هنقلبها انا بحب يعني جوه القشطه جوه القشطه جوه القشطه يعني احط ده مع ده واقلب انا هجيب لحضرتك معلقه كده ماشي احنا هنحط طبعا مش نص لفه الجلاش ايوه وهنحط شويه المكسرات دول هنا كده بالظبط ماشي اهي انت بتخش المطبخ طبعا اكيد يا استاذ ده انا بحب المطبخ قوي يا شيف قولي لي في سؤال دايما بساله للزملاء حضرتك في بدايه الشهر بتتعزمي ولا بنعزم لا بصراحه في البدايات بتعزم طبعا اول يوم عند ماما بعد كده بقى القرايب والصحاب وكذا وفي الاواخر يعني شويه ممكن انا بقى ايه هي اكله امي مهما اسافر مهما اروح مهما اجي رحت جيت هي اكله امي مفيش غيرها والله يا شيف كل حاجه ماما بتعملها تحفه ده الطبيعي بس في اكله ما باكلهاش غير من ايدك بس يا ماما ما باكلهاش
يرمي ايده. تخيل ماما بتعمل البصاره حلوه قوي. تخيل. يعني ممكن ناس كتير مثلا يعني من الشباب مثلا ما يعرفوش البصاره. لكن لا، البصاره ماما بتعملها تجنن. وما فكرتيش تتعلمها منها؟ ومهما تتعلمي مش تعمليها زيها. لا، كان يجي بقى للجلاش بتاع حضرتك. لا انا طبعا خلاص قلبنا المكسرات بالقشطه. تمام. وبما اني بعمل حلو يا شيف، ايوه، فانا بص بقى، انا مشهوره هنا في القناه ان انا دايما في اي مناسبه شفتي في العزومه. شفت. ايوه. بس لحقت ولا ما لحقتش؟ لحقت والله العظيم. انا اكلت بايدك حلويات بيبي، اكلت قدره قادر بايدك، اكلت ازايها. طيب. والاستاذه طبعا الهام حبيبتي عملت لنا محشي رهيبه. استاذه في المحشي، في كل الاكل بصراحه. هي نفسها جميل ما شاء الله عليها. لا، العزومه بينت خبره الزملاء بصراحه. طب هاي، كل واحد جاب مجهود على الاستاذ احمد عوض، كل واحد بمجهوده. هاي دلوقتي طبعا هنحط القشطه هي على الجلاش، نص لفة الجلاش، وبعدين بنحط طبعا في النص القشطة بالمكسرات، خلطنا بيها المكسرات. حلو. وهنحط بعد كده طبقات التانية من الجلاش. نيجي بقى للعسل، وهو سؤال حضرتك. هو الشربات. وهنا سأسكت قليلا. لأن هنا واقفة، لأنه لازم الشيف هو اللي يقول لنا عليه. الشربات كوبايتين سكر، كوباية مية. تاني يا شيف. كوبايتين سكر. كوبايتين سكر مع كوبايه ميه. كوبايه ميه، ولازم يكون سكر ابيض. تمام. ونحطهم في الحله على النار. بس السكر داب مع الميه، بننزل بنص ليمونه او عود قرفه. تمام. لا عايزين ليمون ولا قرفه، نحط فانيليا. معاكي ثلاث اختيارات الطعم. الليمون احلى حاجه. الليمون اولا بيدي قوام للشربات، ويخليه شويه. لا استنى هقول لك بقى حاجه. بيعقدها. بيعقد. ايه رايك؟ ايه رايك؟ شفت انا قلت بتقلك. بيعقدها. تختبرني. ايوه. شفايه اهو. شفايه. تمام. زي تسلم ايديك. فعلا الشربات عشان يقعد معاك الاستاذ مصطفى اللي سال بيبقى ناعم وخفيف. حط نص ليمونه وخليه ياخد غلوه مع الشربات، وما يغليش اكتر من 8 دقايق و10 دقايق ماكسيمم لكوبايتين ميه. بالظبط. خليه يغلي كتير هيفك. الشربات لو سبتيه على النار كتير هيفك. يعني يغلي اكتر من 8 دقايق. طب اعرف القوام المظبوط بتاعه لما يبقى ايه؟ يعني هو ده سؤال حلو. بص بس تكون. ايه ده؟ ده انا في موضع الخضار. بص الشربات اول ما تمسكيها كده يطلع معاكي ما يقطعش. تمام. شفت؟ ايوه. ينزل. يا فندم. مش زي الميه. بالظبط. بص. شفت ازاي؟ اطلع بيه كده. دي رقم واحد. رقم اتنين. الحاجه اللي بتغرفي بيها زي العسل كده. علم على شكل الستانلس او الجسم بتاع المعلقه، اعرفي انه خد القوام بتاعه. تمام، مفهوم. تبقى بتغرفي معلقه عسل كده وتعلمت مكان ما بتنزلي، اعرفي ان هو الشربات 100 كده. تمام. وشربات الكنافه غير شربات البسبوسه، غير شربات لقمه القاضي، غير شربات العوامات، يعني مختلف في القوام بس. بس فهم. طيب. طيب. استاذ روح، ايه اخبار الجلاش؟ الجلاش خلاص خلصناه. قطعناه قبل ما ندخله المربعات طبعا، قبل ما ندخله الفرن. ومن فوق الوش هندي يعني لمسه سمنه بلدي كده حلوه. وندخلها قليل السمنه في الحلو يعني شويه بحاول. بس زي ما قلنا كده، ننصح كل الامهات يعملوا الحلو في البيت. والله حشوات، سكريات، سمنات. والله العظيم فعلا احلى. انا مش عايزك مكسوفه. لسه كان عندي عزومه من يومين تقريبا، كنت عامله عيش السرايا، كان طالع حلو حلاوه يا شيف. كان طالع حلو جدا عيش السرايا. عيش السرايا. ده جميل ده. كان حلو. التوست بياخد الكراميل بتاعه. ايوه. كان طالع حلو قوي. وعملت القشطه كمان انا في البيت. قولي لي بقى هوايتك ايه اليوميه؟ يومك ازاي بيبقى في البيت يعني؟ يلا قولي يا كوكو. يوم الاجازه بالذات يعني، احنا عارفين المدرسه بتروحي وترجعي وتعملي دروسك، اليوم العادي بقى بتخش مع ماما المطبخ؟ بتعملي ايه؟ يعني لو عايزه. اتفضلي. لو عايزه حاجه ساعتها. مثلا قالت لي اعمل عصير برتقال. تعملي عصير برتقال؟ دايما بتعملي عصير البرتقال صح كوكا؟ ايوه. بتعملي عصير برتقال، بتحبي العصير الفريش؟ برافو عليك. يعني لما تكون بنوته في سنك وتحبي الحاجه فريش، دي حاجه حلوه. وبتعملي ايه كمان معايا؟ ساعات بتلفي معايا سمبوسه؟ لا. مش لفيتي قبل كده سمبوسه؟ طيب. ايه كمان؟ بتلفي السمبوسه مع ماما في المطبخ؟ طب مين من صحابك؟ طب هواياتك ايه؟ مين من صحباتك يحبوا ياكلوا من ايد ماما؟ قولي اسمهم عادي. على فكره كوكا بتغني. بتغني في كورال دار الاوبرا المصريه. حلو. واشتركت في حفلات كتير. و مكسوفه ليه؟ احكي. طب سمعينا دلوقتي. طب يلا سمعينا صوتك. غني اي حاجه.
ايه ده؟ شوف الجمال ده. شوف يا كوكا، بص ماما عملت ايه؟ طلعت والله شكلها جميل. لا لا لا، هي نيات، خلي بالك. الله يخليك يا رب. استنى نشربها شربات. وعلى فكره زي ما حضرتك بتقول فعلا، الاكل نوايا ونفس وكل حاجه حلوه في الدنيا بتطلع في الاكل اللي بتقدمه للشخص اللي انت بتقدمه. انا هطلب منك طلب، الشربات يحط الشربات. يلا الشربات يحط الشربات. تعالي ساعدينا شويه. انا عايز الشربات يحط الشربات. استني خليك وانا اجيب لك الشربات اللي جاي. تعالي استني احط بقيه الفراخ. تعالي تعالي جيبها لك. استنى اقربها لك شويه. انا احنا خلاص غرفنا اهو شوربه ال. ما احنا لازم الاطفال نحببهم في المطبخ. صح. بين نوتك تخش المطبخ، حبيبها في المطبخ عشان تسيب التليفون اللي في ايديها. يلا يلا. شفت ازاي؟ يلا يلا. بصي هتعملي ايه؟ هتعملي كده ماشي، ومش توقعي اي حاجه في الارض. اوكي. ولا في على الديسك كده. شايفه؟ بالراحه